تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. رفقة القائد الجهوي لدرك الوطني عبداوي عبد أو عبد الحفيظ على افتتاح استعراض لمختلف التقنيات القتالية سلاح درك الوطني بمقر القيادة الجهوية لدرك الوطني بورقلة. الاستعراض تخلله مختلف التقنيات القتالية البرية وكذا الجوية إلى جانب فنيات جهاز الدرك الوطني في إطار انتهاج مبدأ الاحترافية واستعمال الوسائل التقنية وكذا التكنولوجيا المتطورة في العمليات القتالية وعمليات حفظ الأمن. عاصم بخاري رصد التالي. كل التقنيات اللي ممكن تفيدنا في التحقيقات تكون عندنا بحول الله، وراهي عندنا، ونمشيو مع تطور التكنولوجيا. عندنا معاهد، عندنا خبراء، عندنا مهندسين. لا مونتي اون بويسونس نتاع وحدة الدرك الوطني في القيادة الجهوية الرابعة كيما قلت لك، لا مونتي اون بويسونس كاينة. نو سوم مانون ا 85% 85% من التغطية الأمنية، وهذا الشيء نفتخر به ومازال الخير لقدام. إلى حوادث المرور التي لا تزال تحصد العديد من الأرواح، حيث عرف الطريق الولائي رقم 77 في شطره الرابطي بين زمالة الأمير عبد القادر وقصر. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.